بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شافنا وعافنا من فيروس كورونا وابعده عنا يا رب العالمين. المحاضرة اللي هي رقم 86 اللي هي كوكيز موديفاي ديليت. نريد ان نغير. شوف هذا الكوكيز ديليت، هذا الديليت، هذا اللي يلغي. ليش يلغي؟ لانه بالناقص اللي يرجع العملية للناقص. ليش؟ لان احنا هنا راح نخلي له كوكيز بالزائد، هنا بالزائد اذا سوينا كوكيز يصير زائد، يعني الوقت نفسه زائد 30، 60 في 60 360. فمن يصير بالناقص هو كان هنا بالزائد صار بالناقص. اذا هذه هسه نسوي لها بشكل كومنت. طيب احنا عندنا تو اكزامبل هسه راح ناخذ، وبعدين ناخذ اكزامبل اخر ثالث. هنا نكتب الـ variables. من variables الصفحة الرئيسية، الصفحة اللي هي المين كولر لها هي أبيض F F F capital. طيب هاي الصفحة شو نريد نسوي؟ احنا نريد نرسل من السيرفر request نسوي بطريقة البوست، فقط نتعامل ويا من؟ ويا الكولر، ويا الكولر. وهنا نريد نطبعها، نرسلها للصفحة هاي اللي نفس الصفحة نرسلها هنا كاتب لك سيلف بي اتش بي، وهاي بها عادي انبوت انبوت، هنا كولر، هنا سبمت، هنا كولر، هنا تشو، وهنا نريد نطبع الباك جراوند. وهنا فتحنا صفحة جديدة مال بي اتش بي وطبعنا بها شنو؟ طبعنا بها البودي. البودي هسه نشوف بعدين من نجيبه منه. طيب اذا اول خطوة احنا ايش راح نسوي؟ راح يقول اف هل هو طلب ريكويست، طلب بطريقة البوست. إذا طلب جيبه طبعاً هنا، وهنا إذا طلب خلينا هذا الريكويست خليه بهذا المين وطبعاً المين. خلينا نشوف إيش راح يصير. إذا راح نخزن خاف مخازين وسيف كنترول إس ونسوي هنا. خلينا نسوي هنا من راح يجي نسوي. معناته شنو؟ معناته احنا ما سوينا ريكوست. ليش ما سوينا ريكوست؟ احنا طلبنا من الرئيسي التنفيذ سوينا ريلود هذا ونفذنا منه، يعني لحد الان ما طلبنا من هذا. ليش؟ لان هذا من نفذ طلعنا هاي، طلعنا لحد الان احنا ما اختارينا اللون، يعني الريكوست اللون اللي طلبناه ما طالبين منه راح نطلب. اذا ايش طبع انه هو؟ طبعا اللون الرئيسي هذا. طيب خلينا نطلب هذا اللون منو طلعنا هذا الكلر. اذا خلينا نطلب لون، ايش راح يصير؟ يلا نطلب الاصفر، هذا الاصفر طلبناه وقلنا له اوكي وقلنا له تشوز. اذا بدله، اذا هسه صار ريكوست هنا. ايش طلبنا؟ طلبنا اللون الاصفر قلنا له طبعه. هنا قلنا لهذا الريكوست خليناه بالمين، هنا قايلين احنا طبعا المين. اذا هذا تغير وهذا تغير. هذا الاكزامبل الاول والاكزامبل الثاني. نسوي لها كوماند بهالشكل وننهي الكوماند هنا، ننهي الكوماند خلينا نقول هنا. طيب ونشوف الاكزامبل الثالث يريد يطلع. لا هو صارت هنا، نسوي لها كات كات هنا تصير بس. وهنا هاي نلغيها حتى نسوي، وهنا نلغيها حتى لا تطلع لنا ايرور. كنترول اس نسوي سيف ونشرحها لهاي. طيب بالاكزامبل الثالث لحد هنا نفس الاكزامبل الاول والثاني، لكن هنا ايش سوينا؟ سوينا الست كوكيز اسمها باك جراوند. من يجيبها؟ يجيبها من المين، هاي ريكوست طلبتها. وهذا التايب اللي حطيناه زائد اذا كان بالناقص اللي شفناها اللي فوق ناقص. طيب هذا ايش يصير؟ راح يعدل الطلب الجديد الكوكيز، يعدله يخلي مثلا الطلب اللون هذا من المين كولر طلب فد لون جديد، راح يعدله ومن يجي الصبح يفتح يبقى اللون مالته اللي طلبه او اللي هو معدله نفس الشيء. خلينا نقول اف اذا هل هو موجود الكوكيز باك جراوند، اذا موجود طبع لنا اياه، واذا ما موجود طبع لنا الرئيسي. حكي حلو.
شلون يطبع لنا هنا؟ هنا خلينا بالبودي، هنا خلينا بالبودي، وهنا جينا طبعنا الكوكيز اللي اس كوكيز طبعنا، وهنا هنا سوينا ايكو طبعنا الودي، هنا طبعنا الودي. راح نشوف شو يصير عندنا هناك. خلينا ننفذ هنا اول مره، هنا لعدنا المطالبين اللي انطبع منه انطبع الاساسي. طيب هنا راح نختار، هسه راح نسوي ريكوست، راح نسوي ريكوست على سبيل المثال اللون الاصفر، انا احب اللون الاصفر، هو اسهل الالوان، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اذا من راح نقول تشوز، راح نختار ايش راح يطبع الاري، الاري موجود، راح هذا ينطبع، والشاشه تتغير المفروض، نعم تغيرت شاشه اصفر، وهذا ما طبع، اكو في شيء معين شنو ما اعرف. هسه طبع، هسه طبع، ايش طبع؟ طبع هذا هو الاصفر. خلينا نختار غيره، خلينا نختار غيره مثلا هذا. اوكي تشوز، اختار غيره. اوكي طيب، اختارينا. طلع اذا كل ما نغير يتغير. لهنا نكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.